لماذا يتجه الأطباء إلى الليزك في أغلب الأحيان؟ الفترة اللي فاتت انتشرت عمليات تصحيح الإبصار، وبدأت معظم الناس تتجه ناحية أنها عايزة تتخلص من النظارة. الحقيقة أن الليزك كعملية بتبقى أقل في التكلفة من زراعة العدسات، وليست هي العملية الأمثل لكل الناس. في بعض الناس ينفعها الليزك بأنواعه أو الليزر بأنواعه لتصحيح الإبصار، وفي بعض الناس ينفعها زراعة العدسات. اللي خلى انتشار عملية الليزك في الفترة اللي فاتت هي ثقافة الناس في المقام الأول، أنا عايز أعمل الليزك لأن جاري وجارتي وقريبي عمل عملية الليزك ونجحت معاه، وده مفهوم خاطئ لأن ممكن يكون ينفع معاه وما ينفعش معاك. الحاجة التانية أنه كعملية اقتصاديا أقل في السعر من عملية زراعة العدسات. الصح أنك تسيب الدكتور المختص يختار لك النوع المناسب في تصحيح الإبصار ليك.